موضوع شاغل ناس كتير جدا اليومين دول. اول لما دخل رمضان الوزن زاد او ثبت في الوزن. انا دكتور احمد عبد الباري، لو انت اول مره تتابعني خش اتفرج على حلقاتي. النهارده هاجي لكم بالدليل القاطع ليه الوزن بيثبت مع معظم الناس. اوعى تغير المحطه، هتطلع مستفاد جدا. السلام عليكم. ندخل في الموضوع مبدئيا كده. الناس اللي وزنها ثابت رغم التزامها بحميه الكيتوجينيك دايتس او اللو كارب دايتس ودايتس وحصل لهم ثبات او زياده في الوزن، ده شيء طبيعي عند معظم الناس نتيجه لاسباب كتيره جدا. اول سبب تغيير مواعيد الطعام. مثلا كنت متعود تفطر الساعه 11 او 12 او 1 الظهر، دلوقتي اعتاد الامر 6:30 المغرب، يقول الله اكبر تبدا تاكل، فبالتالي في مواعيد الحمام اتغير ومواعيد دوره الاخراج اتغيرت. وبلاس كمان ممكن يحصل امساك لمعظم ناس كتير جدا، وناس كتير جدا في النقطة دي تعالى بقى معايا اللي هي عاشت على وجبة واحدة سواء كان في اللو كارب دايتس او الكيتوجينيك دايتس، عملوا ايه؟ جسمهم خاف لا يدخل في مجاعة فعمل تحويش للسعرات، فبدأ الجسم يخزن مية. وعندك كمان سبب اخر، عدم شرب الماء الكافي ما بين فترة الفطار والسحور. طبعا قبل رمضان كنت انت بتصوم صيام متقطع، بس في فرق كبير جدا ما بين صيام متقطع وصيام جاف. صيام متقطع كان مسموح لك تشرب شاي، قهوة، نسكافيه، ينسون، اصبح كل ده الى صيام جاف، فادى الى احتباس السوائل لان جسمك خايف لا انت تقل باصلك معاه وما تدخلوش كمية مية كافية معوض عن البوتاسيوم والمغنيسيوم المفقود اثناء فترة الصيام، فالجسم بيبدأ يحبس مية. ومن ضمن هذه الاعراض تلاقي ايدك ورمة او رجلك مورمة، او عرض تاني شائع جدا عند معظم الناس شد عضلي، كرامبات، تحس ان انت كده عندك شد عضلي، ده ناتج عن نقص بوتاسيوم ومغنيسيوم. والناس اللي هي ما سمعتش الكلام وكانت ما بتاخدش المحلول الكيتوني اللي انا دايما اتكلم فيه سواء كان في اللو كارب او الكيتو، او الناس اللي ما بتاخدش كميه الاملاح الموصوفه اليها في النظام الغذائي، اكتر ناس بتحبس ميه واكتر ناس بتثبت وزنها في الصيام الجاف. ده ليه بقى؟ لان البوتاسيوم عنصر مهم جدا بيفقده اثناء الصيام وبيفقده اثناء النظام الغذائي، فلازم تعوض بملح البوتاسيوم. ممكن تاخد نص ملعقة ملح بوتاسيوم على كوباية مية وتحط عليها خل تفاح، وما تنساش المغنيسيوم حبيبك، حباية الفيل الازرق يابا. راحت فين؟ اهي اهي حباية فيل ازرق مغنيسيوم بلس قرصة عند النوم سواء كنت لو كارب او كيتو دايتس او حتى هرم غذائي انت محتاج المغنيسيوم، لان المغنيسيوم قلت ان هو ناقص عند نص الكرة الارضية، بيخش في 300 انزيم، نقصه بيؤدي الى الارق، شد عضلي، ارتجاع مريء، حموضه، ياما كتير جدا. نقص المغنيسيوم ده مصيبه جدا، فانت لازم تتناول المغنيسيوم وتواظب على عمليه الاخراج عشان لو وارد جدا يحصل لك امساك مع تغيير مواعيد الاكل اللي انا حكيته في اول الفيديو. ولازم تاخد السيليوم على كوبايه ميه وبذور الشيا على كوبايه ميه. ده بالنسبة للناس اللي هي زايدة رغم التزامها بتعليمات الكيتوجينيك دايتس الكلاسيك مش الجليزي كيتو، والناس اللي هي ماشية اللو كارب دايتس ومقللة دهون وبتاخد الفاكهة والحليب بعد الوجبة الكاملة. انما باقي الناس بقى اللي هي ماشية كتاكيتو بتزيد، ده امر طبيعي، ما هو ماشيين كنافة وقطايف وحلويات، ما لازم تزيد، الناس دي مسافرة. طب يا دكتور الناس اللي هي ماشية كيتو كسول وعايشة على الوصفات هتزيد برضو؟ يا دكتور هو ده مش جوه المنهج، هتزيد او تثبت؟ اي حبيبي احنا عملنا لك الوصفات الحلوة عشان تاخدها مرة من نفسك، مش كل يوم تقول اصلا انا جوه الدايت. خلي بالك، احذر من هذه النقاط. فانت لو ماشي ليزي كيتو او كيتو كسول او عايش على الوصفات كتير، وخصوصا الناس اللي مقدية كريمة وجبنات كتير، انا انصحها تبطل الكريمة والجبنات. وخلي بالكوا احذروا من الطماطم والبصل في الاكل، لازم يتاخدوا بنسب بسيطة لان سكرهم عالي. فلما يبقى السكر عالي يعني ايه؟ يعني جسمك ممكن يوفر مصدر سهل لانتاج طاقة ويوقف حرق الدهون عشان انت موفر له السكر. انا بتكلم عن الناس اللي مش بتاخد طماطم، دي بتعصر الطماطم وتاخدها عصير تحطها بقى على الكرنبيت، تحطها على الملوخية، تحطها على السبانخ. الناس اللي بتاخد البصل وتعصر البصل وتاخد الكارب بتاعه والسكر بتاعه ويشرب بقى في السبانخ او في الملوخية او الكرنبيت او الكوسة،
كل ده البصل فيه سكر. طب هل ده معناته يا دكتور ان احنا نوقف بصل وثوم وبهارات؟ لا يا حبيبي ما توقفش، لكن قنن بصل وثوم وبهارات في كمية اكلك، وحط نسب الدهون الموصوفة ليك. لو انت في كيتوجينيك دايتس ارفع الدهون، لو انت في لو كارب دايتس قلل الدهون، عشان انت بتقلل الدهون في اللو كارب دايتس عشان تاخد الفاكهة الموصوفة ليك والحليب بعد الوجبة الكاملة، عشان الالياف والدهون اللي موجودة في الوجبة تبطأ لك من امتصاص السكر اللي جاي من اللبن والسكر اللي جاي من فاكهة. خلاصة حلقتي اليوم، عشان تعالج مشكلة زيادة الوزن رغم التزامك او ثبات الوزن رغم التزامك، اشرب مية كافية بين الفطار والسحور، ما تشربش 8 كوبايات ورا بعض، ادي فرصة ان جسمك يستقبل المية وتخش جوه الخلايا، ما تقعدش تشرب 8 كوبايات مية ورا بعض، ما انت كده كده هتاخدهم في الحمام، فلازم تخلي ايه فاصل كل ساعة كوباية مية من الفطار للسحور. زبط املاحك، زبط املاحك، زبط املاحك. ايه يا دكتور الاملاح؟ البوتاسيوم مهم جدا، نص ملعقة على كوباية مية يوميا. خلاص، على معلقة خل تفاح بعد الوجبة الرئيسية، يا فطار يا سحور. لو انت عايز تفك الثبات قسم سعراتك، بلاش وجبة واحدة، خليهم وجبتين. تناول الورقيات الخضراء جرجير وكرفس وبقدونس، وما تنساش بذور الشيا، فيها كالسيوم فيها مغنيسيوم، والاتنين دول هيساعدوك في حرق الدهون، وهيساعدك ايضا في طرد المية وطرد الفضلات الموجودة في امعائك، لان المغنيسيوم لو نقص هو والبوتاسيوم بيؤدي الى تشنج القولون. وخليك على نفس المنهج، ولو انت ماشي بالوصفات اللي هي اللو كارب دايتس كتير، خليها مره في الاسبوع، وابعد، شوف انا بقول لك ابعد عن الكريمه والجبنات والناس اللي كيفت ناتس ومكسرات بين الفطار وبين السحور على اساس انها سناكس صحي. الناس دي لازم تبعد تماما عن المكسرات وتخلي الوجبة كاملة. لو انت نفسك في شوية مكسرات ما تاخدهمش سناكس ما بين الفطار والسحور، تاخدهم ايه؟ تاخدهم بعد الفطار. وطبعا انا بكلامي للناس اللي هي كيتوجينيك دايتس وعايزة حاجة مسكرة تكون من المنهج، يبقى تخليهم في الماكاديميا، البندق، العين الجمل، وبكمية صغيرة بعد الوجبة الكاملة. والناس ديت ما بتاخدش فاكهة. الناس اللي هي بتاخد فاكهة برضو بتاخد الفاكهة بعد الاكل، مش تاخدها سناكس ما بين الفطار والسحور. واخيرا ركز في مقاساتك، ثبت ميعاد الميزان يوم واحد في الاسبوع مش كل يوم. لو انت حابب توزن كل يوم يبقى هتاخد متوسط كل 3 ايام، لان ميزان الصبح غير ميزان الليل غير ميزان السبت غير ميزان الحد. فانت لو عندك ميزان يبقى ميزانك يوم السبت، كل يوم سبت في الاسبوع بتوزن، او كل يوم جمعة بتوزن. ديت نقطة مهمة جدا، وركز في المقاسات مع مراعاة اللي انا قلته في الفيديو. وما تنساش تشير الحلقة دي على صفحتك عشان فيها معلومات هتفيدك انت قبل ما هتفيد غيرك. كان معكم دكتور احمد عبد الباري، شير ولايك وسبسكرايب على قناتي، وما تنساش، سلام عليكم وما توفيقي الا بالله.